مشاهدينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى النشرة العربية على التلفزيون الوطني لجمهورية الصومال. ونستهل نشرتنا بأهم العناوين: رئيس مجلس الشيوخ يجتمع مع رئيس مجلس الشورى القطري، نائب رئيس الوزراء يشارك في منتدى السلام والتنمية في أفريقيا، وزارة الإعلام تصدر بيان عن الهجوم الإرهابي على فندق SYL بالعاصمة مغديشو، قائد القوات البرية يصل مدينة غالكايو، رئيس ولاية هيرشبيل يجتمع مع المبعوث الأممي إلى البلاد، مقتل سيدة وإصابة 62 شخصا بانفجار قرب قاعدة أمريكية في أفغانستان. أما الآن مشاهدين الكرام، فأهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ومعكم عباس محمد نور حسين. التقى رئيس مجلس الشيوخ للبرلمان الفدرالي السيد عبد حاشا عبد الله سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زايد آل محمود رئيس مجلس الشورى القطري، وذلك على هامش أعمال المؤتمر العالمي السابع للبرلمانيين ضد الفساد المنعقد حاليا في الدوحة. واستعرض الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون في المجال البرلماني بين دولة قطر وجمهورية الصومال الفدرالية وسبل تعزيزها، ومناقشة أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال المؤتمر. كما تطرق الاجتماع على دور الحكومة القطرية في إعادة بناء وإعمار البلاد وذلك القضية الفلسطينية. واتفق الجانبان على تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين البرلمانيين وتبادل الخبرات التشريعية المتبادلة. شارك نائب رئيس الوزراء السيد مهدي محمد قوليد اليوم الأربعاء في انطلاق النسخة الأولى لمنتدى السلام والتنمية المستدامة في أفريقيا، والذي تستضيفه محافظة أسوان بسعيد مصر. ويقام المنتدى الذي يستمر على مدى يومين تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ويستعرض المنتدى آليات استدامة السلام ومبادرة إسكات البنادق في أفريقيا، منع الصراعات، دور المرأة الأفريقية، الشراكة الأفريقية مع العالم، بالإضافة إلى أهدافه في تحقيق السلام والتنمية المستدامة. ويشارك في المنتدى رؤساء الدول والحكومات والمسؤولون رفيع المستوى من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والمستويات المالية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء للتباحث بشأن التحديات والفرص التي تواجهها القارة ووضع التوصيات الكفيلة بالتعامل معها. أعلن بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم وزارة الإعلام في الحكومة الفيدرالية اليوم الأربعاء انتهاء العملية الأمنية في الفندق الذي هاجمته ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة. وأشار البيان إلى أن القوات الأمنية تمكنت من قتل جميع مسلحي ميليشيات الشباب المتطرفة الذين شنوا الهجوم على فندق SYL بالعاصمة مغديشو، والبالغ عددهم 5 فيما أصيب 8 مدنيين في الهجوم. وأضاف البيان الصادر عن مكتب المتحدث باسم وزارة الإعلام أن القوات الأمنية نجحت خلال تنفيذ العملية في إنقاذ حوالي 100 شخص، من بينهم مسؤولون حكوميون وأفراد من السكان المدنيين كانوا داخل الفندق. وشارك في تنفيذ العملية الفرقة 60 من قوات الحرس الرئاسي وقوات الشرطة الوطنية، معربين عن امتنانهم للحكومة والشعب الصومالي لدعمهم ومساندتهم للمواطنين الصوماليين الذين يضحون بحياتهم في سبيل الدفاع عنهم. وفي الختام تتشاطر حكومة الفيدرالية أعمق تعازيها لكافة أسر وأقارب الذين استشهدوا في الهجوم الإرهابي الجبان. وصل قائد القوات البرية العميد عبد الحميد محمد درر على رأس وفد اليوم الأربعاء إلى مدينة غالكايو حاضرة إقليم مذوب، وكان في استقبال العميد عبد الحميد محمد والوفد المرافق له فور وصولهم إلى مطار المدينة مسؤولين في إدارة البلدية، ضباط في القوات المسلحة الوطنية، بالإضافة إلى مكونات المجتمع المدني المختلفة. وتهدف الزيارة التي يقوم بها قائد القوات البرية إلى التوسط بين العشائر المتصارعة في بعض المناطق التابعة لإقليم مذوب. وعقد العميد عبد الحميد محمد اجتماعا مع شيوخ العشائر والمثقفين وشبان لمناقشة سبل سحب الأطراف المتصارعة من مواقع القتال. عقد رئيس ولاية هيرشبيل الإقليمية السيد محمد عبد واري اليوم الأربعاء اجتماعا مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصومال سعادة جيمس إسوان، وذلك في مدينة جوهر حاضرة الولاية. وحضر الاجتماع إلى جانب سعادة جيمس إسوان كل من المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى الصومال نيكولوس بيرلانغا، الممثل الخاص للرئيس الاتحاد الأفريقي، وكبير مستشاري إيجاد جمال أحمد إبراهيم. وناقش الاجتماع الذي شارك فيه شيوخ العشائر ومنظمات المجتمع المدني تقديم المساعدات لإجراء العملية الانتخابية للبلاد عام 2020 وكيفية التعامل معها. وكان ممثلي المجتمع الدولي في البلاد قد عقدوا أمس الثلاثاء اجتماعا مع رئيس ولاية جنوب الغرب الإقليمية وزعماء العشائر ومكونات المجتمع المدني المختلفة
في مدينة بيضاو لمناقشة سبل فهم عملية الانتخاب بالنظام الصوتي الواحد. قتلت سيدة على الأقل وإصابة 62 شخصا الأربعاء في انفجار وقع قرب قاعدة بغرام الجوية التي تعود أحد أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في أفغانستان. وقالت السلطات الأفغانية أن المصابين جميعهم من المدنيين حسب ما نقلت قناة طلوع المحلية. من جهتها أوضحت وحيدة شاكر المتحدثة باسم محافظة ولاية بغرام أن الانفجار وقع عند الساعة 6:00 صباحا بالتوقيت المحلي، وتبعه اشتباكات بين قوات أجنبية ومهاجمين قرب القاعدة العسكرية. بدوره قال عبد الشكور قدوسي محافظ بغرام أن الهجوم يستهدف في الأساس قاعدة بغرام حسب المصدر ذاته. وأضاف في تصريحات صحيفة أن 7 مهاجمين اشتبكوا مع القوات الأمن فيما حملت 4 مركبات مواد متفجرة، انفجرت 2 منها بالتزامن مع الاشتباكات. كما لفت قدوسي إلى اختباء المهاجمين داخل مبنى مستشفى مجهور خلال اشتباكهم مع قوات الأمن. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام النشرة. كان معكم على الهواء عباس محمد نور، وفي الهندسة الفنية الزميل محمد عبد الحكيم بونكا وعمر مختار عمر. وشكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.